أصدقاء قناة التعليم والتعلم، مرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد الذي سوف نحل فيه اختبار في مادة اللغة العربية للفصل الثالث لقسم السنة الثانية ابتدائي. النص: فرحت الأسرة بدخول شهر رمضان، وأراد عمر أن يصوم في اليوم الأول، فاستيقظ وتناول وجبة السحور، وبعد عودته من المدرسة شعر بالجوع والعطش. قالت الأم: اصبر يا بني، لم يبق الكثير. وحين أذن المؤذن قال الأب: أحسنت يا عمر، لقد صمت اليوم معنا، وستكبر العام القادم وتصوم الشهر كاملا إن شاء الله. إذن هذا هو النص. الآن نبدأ مع الأسئلة، أسئلة الفهم. السؤال الأول: اقترح عنوانا مناسبا للنص. العنوان المناسب للنص ربما صوم عمر مثلا، أو أول يوم من رمضان، فليكن أول يوم من رمضان، أكتبه هنا أول يوم من رمضان. لماذا فرحت الأسرة؟ عندما أكتب الجواب يجب أن يكون جوابي كاملا. أول شيء أفعله هو أزيل أداة الاستفهام أو أداة السؤال، أزيل لماذا، تبقى الجملة هكذا: فرحت الأسرة، ثم أكمل الجواب. أعيد كتابة هذه العبارة ثم أكمل الجواب. لماذا فرحت الأسرة؟ قلنا فرحت الأسرة بدخول شهر رمضان، إذن أكتب فرحت الأسرة بدخول شهر رمضان. لابد من التلاميذ أن تكتبوا كتابة جيدة ومرتبة. أنا أكتب باستعمال جهاز ولذلك لا تظهر كتابة مرتبة جيدا، ولكن أنتم على الورقة يجب أن تكتبوا كتابة جيدة وواضحة. الآن سؤال ثالث: متى يصوم عمر الشهر كاملا؟ نرجع إلى النص، انظروا ماذا قال الأب. قال الأب: أحسنت يا عمر، لقد صمت اليوم معنا، وستكبر العام القادم وتصوم الشهر كاملا إن شاء الله. إذن متى سيصوم عمر الشهر كاملا؟ أنزع أداة الاستفهام وأكتب الجواب من هنا: يصوم عمر الشهر كاملا في العام القادم. ها هو الجواب. إذن أعيد كتابة هذه العبارة ثم أضيف في العام القادم. هات من النص ضدا لكل كلمة: حزنت، حزنت ضدها فرحت، وها هي هنا في النص فرحت. إذن أكتب الكلمة فرحت. القليل ضدها الكثير، سوف نبحث عنها في النص، ها هي: لم يبقى الكثير. إذن القليل ضدها الكثير. الضد هي الكلمة التي تفيد المعنى المعاكس، مثلا دخل ضدها خرج، إذن الضد جاع ضده شبع، وهكذا، هذا هو الضد. الآن أسئلة اللغة: استخرج من النص واملأ الجدول. أولا في الخانة الأولى نبحث عن كلمة فيها همزة وصل، همزة وصل، هاي نبحث في النص: فرحت الأسرة بدخول شهر رمضان، وأراد عمر أن يصوم في اليوم الأول، فاستيقظ وتناول وجبة السحور، وبعد عودته من المدرسة شعر بالجوع والعطش. قالت الأم: اصبر. ها هي كلمة فيها همزة وصل، إذن اصبر، همزة وصل يعني لا توجد فيها همزة.
الآن كلمة فيها همزة قطع، ها هي مثلا كلمة فيها همزة قطع، الأسرة، ها هي الهمزة، الأسرة. الآن كلمة فيها القمرية، قلنا القمرية هي التي الألف واللام التي نسمع فيها حرف اللام. مثلا اليوم، اليومي، إذن اليوم نسمع فيها اللام، إذن اليوم فيها القمرية، أكتب هنا اليوم. أكمل حسب النموذج. عمر هو الذي صام، ليلى هي، إذن تصبح التي لأنها بنت، التي، هل أقول صام؟ لا، أقول صامت. تاء التأنيث تكون مفتوحة، انتبه جيدا. أحسنت يا عمر، أحسنتم، أحسنتم. يقول هل أقول يا الأطفال؟ لا يمكن. كيف أقول؟ أقول أحسنتم أيها، أيها الأطفال. السؤال الثالث، أكمل الفراغ بما يناسب. عندنا السين، بعد، قبل، هم، على. نقاط الأذان، وضعت الأم الطعام، نقاط المائدة. إذن قبل، قبل الأذان وضعت الأم الطعام على المائدة. جلس أفراد الأسرة أمام التلفاز يتابعون برنامج، نقاط المفضل. برنامجهم، يعني أفراد الأسرة، هم. إذن مباشرة أضع هنا الهاء. لاحظوا يا أطفال، لما نكتب الهاء هنا تكون في وسط الكلمة وتتغير كتابتها، لا تكتب هكذا، لا في وسط الكلمة تكون بهذا الشكل. نواصل الجملة الأخرى. نقاط، نصلي التراويح، نقاط صلاة العشاء. إذن سنصلي التراويح بعد صلاة العشاء. التراويح تكون بعد صلاة العشاء. هنا سؤال آخر، وردت أخطاء في هذه الجملة، أعد كتابتها بشكل صحيح. ها هي الجملة بين قوسين، حضرت الأم كعكة لذيذة للسهرة. موجود فيها أخطاء. حضرت، لاحظ تاء التأنيث تكون مفتوحة، إذا حضرت هنا هذه التاء تكون مفتوحة. حضرت نسميها تاء التأنيث الساكنة، لاحظ هنا جاءت فيها كسرة. لماذا الكسرة؟ لأننا نقرأها متصلة مع الألف واللام هنا، وفي اللغة العربية لا يمكن أن يكون حرف ساكن وبعده حرف ساكن يعني فيه سكون، لا يمكن. لذلك وضعنا لهذا الحرف الأول كسرة، وإلا في الأصل أنه هذا الحرف فيه سكون، واضح. حضرت الأم كعكة لذيذة، ها هو هنا خطأ آخر، لذيذة، هنا تاء مربوطة وفيها فتحتين، لذيذة للسهرة. إذا نعيد كتابة هذه الجملة هنا مع مراعاة وتصحيح هذه الأخطاء. التعبير الآن، ينتهي شهر رمضان ونحتفل بعيد الفطر، تحدث عن مظاهر الاحتفال به. في صبيحة يوم العيد حضرت أمي، ماذا حضرت؟ حضرت مثلا حلويات. وماذا أيضا حضرت الأم؟ حضرت كسكسا. بينما ذهب أبي إلى أين في صبيحة يوم العيد؟ إلى أين يذهب الأب؟ إلى المسجد. ليصلي صلاة العيد. ارتديت ثيابي.
ثيابي، أو أقول ثياب العيد أو ثيابي الجديدة. وخرجت إلى الحي أو الحديقة أو الخارج لألعب مع أصدقائي. ثم ذهبت بعدها إلى زيارة جدي مثلا، إلى زيارة أقاربي أو جدي. أو أقول زيارة أقارب أو زيارة خالتي أو وهكذا. بهذا يكون تعبيري تعبير جميل. لا أنسى وضع الفاصلة في مكان الفاصلة والنقطة في مكان النقطة. مثلا هنا انتهت الفقرة، أضع نقطة. يجب أن أركز على هذا. كذلك الخط، نوعية الخط، لابد أن أحاول أن أحسن خطي وأحترم المسافات عند الكتابة. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وكذلك مشاركة الفيديو مع أصدقائكم. وإلى فيديو آخر، وبالتوفيق للجميع.